نستحق نستحق اول حاجه ميكسور وين خدينا الميكسور نتاع مولينكس فوالا. فسرت لي قالت لي ماذا بيا باش نتجنب لي غرومو الكبير هذاك نتاع البوزه. دونك نستعمل ميكسور من الاول نخلط فيه لي زانغريديون كل. اول حاجه 125 غرام عجينه بوفريوا نجمو نعوضوها بالفصدق والا بالجلجلين زيده معناها حتى نجمو نحمروه مليح ومن بعد ترحيوه يعطي حتى يولي عجينه بنينه ياسر. فوالا نحمرو بالقدي بالقدي لازمها باش تولي عجينه معناها هوني باه. دونك نستحقوا 75 غرام سكر. انا باش نقص شويه السكر باش ما تجينيش هكا حلوه برشا. وابخي كل واحد والذوق نتاعو ومغرفه نشاء. فوالا مغرفه نتاع ماكله نشاء. فوالا والحليب ديليز فوالا نص إترا حليب ديليز نصبوهم كلهم على بعضهم كمية ذي الأربعة من الناس اي ونخلطوهم في الميكسور نتاعنا. هوني بعد ما تخلطوا بالقدي بالقدي نصبوهم. فينالمون سهله ياسر طلعت البوزه سهله على الاخر. شعلوا عليهم نار شعلوا عليهم دافيه جو سيبوز من الاول بالقوي وبعد نقصوا فيها لي لي في مويان في مويان ونقعدوا نخلطوا حتى لين فوالا ما لازمنيش نقصوا على على التخليط. دونك فوالا خليك البوزه نتاعك حضرتك طابت خليك توريهم كيفاش التكستور نتاع البوزه لازمها تكون. دونك بوزه نتاعنا هوني حضرت هاي التكستور نتاعها راهو تظهر لكم شويه هكا بتيتر ليكيد شويه اما راهي من بعد كي تبرد تزيد تعقاد. دونك انا نحبها كي تبدا كيكه نحب نشربها وفيت نحبش ناكلها بالبخار. فوالا هذاك علاه كي تبدا سخونه تظهر جاريه شويه من بعد تو تعقاد كي تبرد. دونك تو باش نصبوها في لي فيغين نتاعنا. الوغ اونتخ تو انا